واش لافامي، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وفلوغ جديد. هاد النهار انا ماشي للامانه نعطيهم شي صوالح، المهم هو التفسير ديال الامانه. بغينا نبداو الفلوغ ديالنا، ومنها نقول لكم شي معلومات على شركه ليبريزو الا بغيت تخدم وتبيع السلعه ديالك وتبيعها في المغرب كامل. المهم نقول لكم شويه ديال المعلومات عليهم ونتمشاو في الطريق ونهضروا، ومنها نوصلوا السلعه ديالنا. المهم رانا زربانين شويه، واحد الدري صونالي جاي عندي جايب لي شي سلعه، خصني نمشي نشد عليه ديك السلعه، خصنا نمشيو الامانه نصيفطوا لها واحد السلعه، ومن تما نمشيو للطاكسيات نصيفطوا شي سلعه اخرى ونشدوا السلعه للدري اللي جايبها لنا. المهم النهار مرون وانتم راكم فوتين معايا البارح واليوم، كاين واحد العجاج في وجده الصراحه الله يرحمنا بشي شتيوه وصافي، لحقاش هذا الجو جاي مبكل بزاف. البارح كانوا عندي بزاف ديال المسائل خصني نقضيهم، وكان عجاج اكثر من هذا، هادشي علاش ما خرجتش البارح كاع من الدار. وهذا النهار خرجت بالسيف عليا لحقاش الدري صونالي وهو جاي من بركان، ما جاياش نقول له لا العجاج ما نجيش، وهي هذيك نقضي الامور اللي كان خصني نقضيها البارح، هي نصيفط هذيك السلعه في امانه، واحد السلعه واحده اخرى نصيفطها غير في الطاكسي. علاش اختاريت الطاكسي وما اختاريتش امانه؟ لقاش امانه غاليه بزاف، والدري اللي غادي نصيفط له قلت له نصيفطها لك في طاكسي وتمشي تلاقى لها، قال لي ماشي مشكل. واحد الحاجه اخرى كاينه بين امانه والطاكسيات، امانه كدير سي او دي كاش اون ديليفري، يعني كتخلص على الكليان وتصيفط لك فلوس، طاكسي ما تخلص على الكليان وتصيفط لك فلوس. هادشي علاش خصني نمشي نشوف شي مول طاكسي اللي نتفاهم معاه في هذه القضيه ونقول له خلص على السيد، ومنين تكون جاي يجيب لي الفلوس. ما عرفتش واش شي مول طاكسي هادي يبغي ولا لا، المهم غادي نحاولوا نشوف. هي عارف بزاف اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو غادي يقول لك علاش ماشي عند امانه، وهي الميزه اللي كاينه في امانه انها كاينه في كل حومه، يعني غير في حومتي نقدر نعطيهم السلعه ويوصلوها. هذه انطلاقا من التجربه ديالي لاحظتها، هي ملي كتعطي السلعه من جهه حومتك كيديوها شي ثلاثه ولا اربعه ديال لاجونس، يعني هاد النهار راهم في لاجونس تاع حين النهضه، غدوه راهم في لاجونس ديال واد الناشف، المهم شي ثلاثه ديال لاجونسات ولا اربعه عاد كتوصل لاجونس الكبيره. دونك انايا يعني علاش لا ما نديهمش نيشان لاجونس الكبيره ونهني راسي. في هاد الفلوق كنهضروا على امانه وعلى الشركات تاع ليفريزو، فلوق واحد اخر ان شاء الله غادي نديروا على الكاش اون ديليفري سي او دي، ونهضروا عليه بلي ديتاي ديال لي ديتاي. دروك حنايا ماشي للأمانة، نسيت واحد الحاجة ما قيدتهاش في الريسي ديال الأمانة، هو لادريزان تاع المرا اللي جبت لها السلعة، دونك إلا لقينا شي ستيلو تما ولا غادي نمركبها. أمانة ما كايناش هنايا في هاد البليصة، أمانة راه لهيها جيت ستاسيون شيل. المهم ما صيفطناش في أمانة، وقع لنا واحد المشكل صغير، هو خصني نهود للبوسطة باش يعطيوني النمرة، ماركيتها ولكن غلطت في شي حاجه ما عرفتش النمره اللي غلطت فيها، وما عندهمش الحق قال لك يجبدوا هادشي، علاش غادي نهود البوسطه مزيان راها قريبه البوسطه. في الحقيقه امانه غاليه بواحد الطريقه لا توصف، غاليه غاليه بزاف، وهذا الراي ديالي غاليه، والسيرفيس ديالها ماشي ديال داك الثمن. هذه الاولى، الثانيه البوسطه، البوسطه اللي فيها السكيورتي كيفهم اكثر من الموديل، عندهم تعامل شويه ناقص وحكاره في التعامل، يعني تقدر شي مرا كبيره لحقاش المنظر ديالها باينه فيها غير درويشه تسنى برا، بينما الا جات شي وحده اللي تكون باينه فيها شي منظر يعني مولات العاقه يدخلوها تريح لداخل، دونك كاين شويه ديال الحكره في البوسطه. وكيديروا بالمظاهر بزاف، ماشي بحال بزاف ديال البنكات اللي تقدموا على هاد الصوالح. المهم راني نتسنى الدري اللي غادي يجيب لي السلعه هنايا، وبغيت نهضر معكم شويه، نهضر معكم على السيرفيس ديال امانه اللي الصراحه غالي بزاف. مثلا انا خلصت على واحد البيعه وشريه غير صغيره 60 درهم، قل 10 دورو ما عرفتش علاش رد لي ديك 10 دورو 59 درهم ونص، وماشي اول مره كنتعامل معها، تعاملت معها بزاف، هي حل مناسب وزوين الصراحه ولكن غالي، والسيرفيس شويه ناقص في جهه يوصلوا للكليان، لحقاش كاين شي مره كطيح مع شي لاجونسات ما كيوصلوش للكليان. كاينين شركات بزاف بصح امانه محتكره السوق، لحقاش الشركات الاخرين ما كيديروش الكاش اون ديليفري ولا السي او دي بقل من كيلو، يعني الا مشيت عند شركات وحدين اخرين غادي يديروا معاك السي او دي بواحد الالتزامات وبزاف ديال الصوالح، ومن هادشي كامل ان خص البرودوي يفوت كيلو،
تحت كيلو امانه. دونك هذه واحد الحاجه اللي تخليك ديما متعلق بامانه. دونك انايا هنايا كنتسنى في داك الدري اللي جا عندي من بركان، راه مقبيله هو كيجي لجهه وانا كنمشي لجهه، هو كيجي لجهه وانا كنمشي لجهه. المهم هو راه مرون وانايا مرون، انا درت معاه في هذه البليصه غادي نتسناه واحد شويه يجيني هنايا. بالنسبه للبريد المغرب عنده امتيازات بزاف، ولكن عنده واحد الحاجه اللي ماشي زوينه، ان اي بريد المغرب في المغرب الا مشيت تلقى واحد السيكوريتي اللي كيفهم اكثر منك واكثر من المدير، ولا دخلت معاه لي ديتاي كتلقاه ما كيفهم والو. بريد المغرب من الامتيازات ديالو انه كاين في كاع المغرب وفي اي حومه، حومتي تلقى فيها واحد نزيد واحد شويه تلقى واحد اخر. ولكن من الحاجات السلبيه فيه انه مازال شويه خصو يديفلوبا ويدير خدامه، يعني اللي يكونوا يحسنوا التعامل مع الكليان. السلام ورحمه الله. حقيقة الدري مقبيلة وانا نتسناه وتعطل عليا بزاف، غادي نصوني له يمكن ونمشي حتى يجي عندي للدار. واخا انا ما ماشيش دروك للدار، انا ماشي عند شي دراري العونية، نتسنى واحد شوية ما جاش غادي نمشي. كنصوني على الدري اللي كان خصني نصيفط له في الطاكسي، ساعة دوماج ما كيجاوبش، يعني ما عندنا ما نديرو له، دروك صيفطنا في امانة لهذاك. الطاكسي اللي زوين فيها انها كتوصلني دغيا. ديك المرة امانة عطيت لها شي سلعة تعطلت عليا 4 ايام، بس عطيت لهم السلعة من حومتي وبقيت متبعها في السيت وكتمشى غير من وجده لوجده من وجده لوجده، يعني من لاجونس لاجونس. دروك ديتها لاجونس الكبيره ديريكت، دروك ملي ديتها لاجونس ديريكت قالوا لي لاجونس بلي غدوه ان شاء الله يتوصل لك ليا. الحاجه اللي زوينه في لاجونس الكبيره هي انها كتجمع كاع داكشي اللي في وجده وكتخرج. هذيك لاجونسات الصغار كيديو يمكن من لاجونس لاجونس. انا هذيك المره السلعه ديالي متبعه كنشوفها في هاد لاجونس كنعاود نشوفها في داك لاجونس، وماشي يعني في نهار واحد كيديوها، في نهار داوها جوج لاجونسات ويومين اخرى من لاجونس لاجونس، عاد وصلت للكليان بعد سيمانه ولا، يعني هذا قالب اللي زوين اي تعرفوا بالتجربه. المهم الدري جاب لنا الصوالح، خلص صوالحو، دروك غادي نهود العونيه ونتما نمشي للدار نهضر معكم شي وامانه. بالضبط الفلوس اللي خلصتها في امانه باش يوصلني واحد التويشيه صغيره. بغيت غير نقول لكم بلي ديك الفلوس اللي خلصت بها امانه كون نمشي بها في التران هنايا راكب بلاصه غادي يخلصوا عليا غير 50 درهم، حيتاش البلاصه كاينه غير فاس والتران كيخلصوا تقريبا غير 50 درهم. المهم كاينين قوال كدير تقطع في التران، شي نهار غادي نوريهم لكم ان شاء الله، وغادي نبداو واحد التريب ديالنا ان شاء الله. هما 60 درهم اللي خلصوها انا براسي نمشي ب 50 درهم، الكار غادي تمشي ب 70 درهم ولا 80 درهم، يعني بلاصه كامله. هادشي علاش كنقول لكم يعني امانه غاليه غاليه بزاف. هاد الايام ما عرفناش علاش وجده راه دايره هكا. انطلاقا من التجربه ديالي مع امانه، البيع فيها كما قلت لكم غالي كتدي اكثر منك. انا حاليا علاش كنتعامل مع امانه؟ لحقاش ما بقيتش خدام هاد الخدمه، ما بقيتش كنبيع السلعه، يعني قليل شي ناس اللي حشمت منهم ولا اللي كنتفعلهم. وبلا ما نطول عليكم بزاف وتهلاو في راسكم حتى الفيديو جديد، يلا باي.